أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما سادة نحن والأنام عبيد ولنا طارف العلا والتنيد وأبونا محمد سيد الخلق وأجدر بولده أن يسود ما عشقنا غير الوغى وهي تدري إنها سلوة لنا للخلود تتفانى شبابنا بلقاء وعليها يشب منا الوليد ولنا في الطفوف أعظم يوم هو للحشر ذكره مشهود يوم وافى الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد ولقد كذبته أبناء حرب مثلما كذب المسيح اليهود فدعا الحرب فهبوا كما تهب الأسود علوي والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود
لم يغابوا جمع العدا يوم صالوا وإن استنزروا وقل العدي فقضى والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوه على الصعيد ثلاثا يا لنفسي ماذا يقل الصعيد هل عميد بعد الحسين لفهرين ما لفهر بعد الحسين عميد إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأعمال التي تصدر من الإنسان في الدنيا لها آثار تكوينية، وهذه الآثار التكوينية لا تتغير بالنيات ولا تتغير بإرادة الإنسان. أمثل مثال واضح: إذا شخص زرع بذرة حنطة وكان يتصور أنها بذرة شعير، هنا الجريان ما يجري مع تصور الإنسان ومع إرادة الإنسان أو مع ميول الإنسان، إنما الأثر التكويني من زرع الحنطة يحصد حنطة. مهما كان الإنسان يقول أنا أخطأت، هو يتحمل آثار الخطأ، ولكن الآثار التكوينية لا تتغير. الله سبحانه وتعالى جعل نظام الحياة على سنن، ولن للنفي المؤبد كما يقول العلماء في العربية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هاي السنة ما تتغير. إذن من زرع حصد، من جد وجد، ومن طرق الباب يوشك أن يفتح له. هذه السنن كونية. الإنسان في هذه الدنيا، بعض الناس نصروا دين الله، وإن شاء الله كلكم أسماءكم مسجلة منهم، إن تنصروا الله ينصركم، الفئة الأولى. الفئة الثانية: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الفئة الثانية. الفئة الثالثة: الذين كرهوا ما أنزل الله. هذا الكره يأتي إما بالقول، كثير من الناس يقول أنا الحكم الفلاني ما أحبه، ما يوالم فكري، ما يوالم مزاجي، كرهوا ما أنزل الله. هذا باللسان. بعضهم باللسان ما عنده كلام، إنما بالعمل
عمليا يبين بأنزل الله، عملي يبين، والأعمال الظاهرة على جوارح الإنسان تنبئ عما في جوانحه. الأعمال الظاهرة تبين الإنسان إذا عمل عملا، يبين أن ضميره راضي بهذا العمل. الآن أنتم شوفوا في المجتمع الإسلامي كثير من الأحكام الشرعية لا يعمل بها حقيقة. يعني كلش أريد أقول لك سهل، أنت اركب الطائرة، إذا تركب في بلد الطيارة قبل طلوع الفجر والطائرة توصل إلى المطار بعد طلوع الشمس، بلدة إسلامية ها بعيني شايف، طائرة أكثر من 300 نفر، 10 صلوا، والبقية شلون؟ الصلاة واجبة. أنت إذا توصل إلى أرض المطار قضيت، وحرام قضاء الصلاة عمدا. قوم داخل السيارة صلي، داخل الطائرة صلي، مثل ما البقية صلوا. بأي دليل؟ ممكن يقول أنا أستحي، ممكن خلاف البرستيج ماله، ممكن هاي الممكنات اللي ذي الناس يجيبون لأنفسهم المبرر، ولكن التبرير ما في جواب أمام الله. الليلة تقرون في دعائكم إلهي فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك بعد، وألزمني حكمك وبلاءك، ألزمني حكمك وبلاءك. عمليا إذا لسانهم ما يقول، وإن كان كثير من الناس باللسان يتظاهرون بأنهم يكرهون أحكام الله، إذا لسانهم ما يقول عمله يكره ما أنزل الله. هؤلاء بمجرد الكره تحبط أعمالهم، نعوذ بالله. أثر عجيب، أعمال يا ما جاي إلى المجالس، يا ما رايح إلى الحج، صلاة جماعة، أعمال صالحة، كلها تسقط تحبط. وقدمنا إلى ما عملوا والعياذ بالله من عملين فجعلناه هباء منثورا. واحد من المتزهدين اسم الشريك ابن عبد الله النخعي، هذا من باب مقدمة الحرام الليلة الماضية ذكرنا الإنسان لازم لا يروح عند الحاكم الظالم، راح عند المهدي العباسي. هذا المهدي العباسي رجل فاسق، ومع الأسف تاريخ قليل يذكر. هذا ابن المنصور الدوانيقي وأب لهارون العباسي، ما خلف إلا الفجر والمطربين والمطربات. يعني ابن الأول موسى الهادي العباسي الذي صنع تلك المجزرة العجيبة في قضية الفخ، والإمام محمد الجواد عليه السلام يقول لولا واقعة كربلاء لكانت أعظم مصيبة على آل بيت رسول الله واقعة الفخ. المرحوم دعبل الخزاعي سلام الله رضوان الله تعالى عليه، هذا البطل لما يتشرف بخدمة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويشرح مآسي آل بيت رسول الله يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ. من هذول جماعة فخ؟ هذول كانوا من أبناء الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، قتلوا رجالهم، سبوا نساءهم، جابوهم عند الهادي العباسي. الهادي عمره شاب، عمره 23 سنة، هذا صاير إمبراطور، هذا صاير إمام الأمة الإسلامية، يقال له أمير المؤمنين، شارب الخمر سكران، فأمر بذبح النساء والأطفال في مجلس واحد ما يقارب 40 سيد وعلوية امرأة ذبحوهم عن بكرة أبيه. ظالم هذا الابن الكبير لمهدي العباسي. ابن الثاني هارون، هارون الفسق والفجور ومجالس ألف ليل وليلة، كثير أكو كلام حول هذا الظالم هارون. ابن الثالث إبراهيم المطرب الرقاص، بنته لا إله إلا الله، شنو من فسق فجر هذول كانوا حقيقة، بنت واحدة العباسة الرقاصة
وحدهم كانت علي كانت تجيد الطرب. هذا الذي أقول لكم من كتبها، هذه كاتبها ابن كثير أو ابن كثير، أحد أعداء أعداء أهل البيت عليهم السلام. مو فد شيء جديد أنا أقول لكم، هذا عن لسانهم. هو هذا ابن كثير أو ابن كثير الذي أقول كان من أعداء أعدائه، كان ناصب الرجل، يقول كان أمير الأمير، هو أمير أمثاله، كان مولعا بالطرب والصيد والغناء. ويقول للأمير المؤمنين، يا أخي شوف التناقض العجيب، أمير المؤمنين خليفة الله للأرض، هذاك الإمام الذي كان يغشى عليه من خوف الله. المهدي العباسي الله يرحم أبا فراس الحمداني، هذا الشاعر الشهيد، يقول يخاطب بن العباس: يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج الدم منكم علي، علي من علي أخت هارون بنت المهدي، منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. من شيخ المغنين إبراهيم؟ أخو هارون، عائلة فجور، هؤلاء تسلطوا على الأمة الإسلامية، خيرات الأمة الإسلامية بأيديهم، ويعملون ما يشاءون، يعملون ضد دين الله. يا ريت كانت فقط فسق وفجور لإلهم، لا، هدموا دين الله. الآن تشوفوا أموال المسلمين بيد من؟ هاي كثير من الدول اللي سواء، ما أحب أتكلم سياسة ولا في هذا العالم، ولكن نظرة خاطفة، شوف شوف أموال المسلمين وين تروح؟ رجل واحد، مجلة أسياد هو كاتب، مجلة نيوزويك، رجل واحد من دولة إسلامية مات، ترك 280 مليار دولار، حسبت عمره بالحاسوب، حسبت عمره من لحظة اللي متولد إلى لحظة الراح إلى جهنم وبئس المصير، هذا ماخذ من بيت مال المسلمين كل دقيقة 6000 دولار معاش، من لحظة ولادته إلى رحلة جهنم رف فلوس من هذني. هاي الأموال النقدية الكاش بالبنوك من غير القصور، أموال من هم وأموالكم، أموالكم أنتم المسلمين، هذا بيت مال المسلمين. يخدمون مال الله خرم الإبل نبت. زين قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، فضحهم. صدقوني يا شباب، إذا ما كانت نهضة إمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا المعيار، هذا الميزان، إذا ما كانت نهضة الحسين، صدقوني اليوم ما كان أثر من دين الله، كان الإسلام دين الطرب والرقص والفجور يعني لما في بلدة إسلامية رمضان، أول رمضان على الجريدة كاتب الصفحة الأولى: مرحبا برمضان شهر الطرب، شهر الطرب. هذا وين زين العابدين اللي كان يبكي ليلة أول رمضان: شهر الطاعة والغفران؟ هؤلاء بينوا أصل الدين سلام الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. حقيقة لولا الحسين فضحهم إمامنا الحسين سلام الله عليه، فضحهم باسم دين الله. فالشاهد أنا كنت أتكلم حول كمثال أجيب لكم عن المهدي العباسي، هذا الرجل الفاسق وعجيب ميتهم مات. هذول اثنين ماتوا، واحد من بني أمية واحد من بني العباس، موت متشابه. من بني أمية يزيد، يزيد هنا جبل عامر راح إلى جهنم. يزيد كان راكب على فرس، راح إلى منطقة يقال لها وادي جهنم، اللطيف اسمها وادي جهنم، إلى جهنم الدنيا والآخرة، اجى إلى وادي جهنم جاي للصيد. تاريخ مفصل أنا أختصر في ثواني. جاء إلى الصيد، واحد من المؤمنين الأخيار من أهل جبل عامر، شيعي مؤمن أم كان، شاف رجل فارس وصل، قال: أراك ظمآنا أجيب لك ماي؟ قال: أنا أمير المؤمنين، هذا الرجل الموالي على نياته الزارع اللبناني. قال: أمير المؤمنين
الإمام عليه السلام استشهد سنة 40 للهجرة، قال لا مو قصدي علي بن أبي طالب، أنا أمير المؤمنين يزيد بن معاوية. قال أنت قاتل الحسين؟ كان عنده على رواية سيف على رواية منجل. المهم رفع الفرس، خاف الفرس رجع فوقع من على ظهر فرسه، ضر رجل بالركاب، جره الفرس قطعه قطعة قطعة إلى جهنم وبئس المصير. هذا يزيد، هاي نتيجته سنتين بعد شهادة الإمام الحسين. وما ربك بظلام للعبيد ولكن إن ربك لبالمرصاد. الثاني في بني العباس هذا الملعون، هذا هادي، هذا 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 المهدي العباسي. المهدي العباسي راكب على فرس طالع مع جماعة من كبار الدولة للصيد، وين مشاكل المسلمين؟ وين الذي يحل مشاكل المسلمين؟ وين ذاك الإمام الذي خرج في حر الظهيرة في الكوفة، رطوبة حرارة لا تتحمل، واقف عند حائط الإمام سلام الله عليه، يعني في ظل حائط، يقول الراوي أتيت يا أمير المؤمنين الآن كل الناس رايحين مرتاحين أنت واقف ها هنا. قال أخاف أن يكون في الناس واحد ذو حاجة يطلع الآن في هالوقت الظهيرة، هذا أخاف أخاف، ما يلفد مستمسك، خلي يجي حتى أنا أقدر أحل مشاكل. حلال المشكلات علي، احنا حقنا إذا نصيح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا التاريخ هذا مين قال خليه، هذا يقول له هذا يقول له هذا رضي الله عنه ذاك رضي الله ضلوعه إن شاء الله. طلع للصيد، دخل أراضي إيران، طبعا ذاك اليوم ما كانت هاي الخرائط، في غرب إيران وشرق العراق أكو مدينة اسمها إيلام، هناك في جبل اسمه جبل إسبذان، ركض وراء غزالة، الغزالة راحت دخلت في خربة في وسط الصحراء، الخربة كان بوابته بقوس هكذا، المهدي راكض بالفرس، الفرس دخل الخربة، راس المهدي ضرب بالسقف بالمكان ضرب بالدماغ، وقع إلى جهنم وبئس المصير. هذا المهدي العباسي بعث على واحد من علماء البلاد من وعاظ السلاطين شريكي من عبد الله النخعي، قال يا شريك اطلب من عندك اما تصير قاضي في بلد، اما تدرس اولادي تعلمهم، واما تاكل من طعامنا. هو راد يتزهد، قال انا اخاف ايدي تتلوث بدماء الابرياء، لا ما اصير قاضي ولا أدرس أولادك، ولكن بسيط أنا أكل لقمة، هاي لقمة الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكلوا طعام السلاطين فإنها مخلوطة بدماء المساكين. دخل المهدي العباسي أشار إلى الشيف الخاص مال الطباخ، الطباخ راح سوى له طعام من هذا بين يعني واحدة من المحرمات في الذبائح، النخاع، هذا الحبل الأبيض الذي يكون في وسط العمود الفقري، طلع النخاع، خلط النخاع مع العسل ومع أشياء، قدموه لشريك، شريك أكل بالمكان، الأكل الحرام أثر عليه، لقمة الحرام تأثر، يا ناس ديروا بالكم من لقمة الحرام. أنا ما أقول، ربكم يقول في القرآن فلينظر الإنسان إلى طعامه، لما ترفع الطعام يمفمك شوف هذا الطعام أولا حلال لو حرام، هذا اللحم لحم مذبوح ذبح شرعي أو لا، زين هذا الطعام اللي تاكله بحقوق الفقراء بحقوق المساكين بحقوق الله، مخمس طاهر، يا عمي يأثر أثر وضعي أثر تكويني، لا تنسى مقدمة الحديث إلى أثر. أكل التفت لمهدي العباسي قال يا أمير المؤمنين أنا أولا أتشرف أن أدرس أولادك،
وأتشرف أن أصير قاضي عندكم. بالمكان أثر علي طعام المحرم. 100 سنة كان في خدمة بني العباس بعدين. يوم من الأيام طلع من مجلس الرقص والمهدي يعطيه حوالة يروح يأخذ فلوس من الصراف. اجى عند الصراف، الصراف قال له اصبر شوي واكو ناس قبلك. قال لا لا ما عندي صبر سريع. الصراف قال كأنك بعتنا شيئا. قال بعتكم ديني، انا بايع دين ده اخسر هاي الفلوس باعترافه. بعتكم ديني؟ نعم. الاثر التكويني لا يتاثر باراده الانسان. شنو تزرع؟ تزرع الحنظل يعطيك حنظل. ديروا بالكم يا ناس شنو تزرع. هذا اللقمة اللي تأثر على النطفة، تأثر على أولادك على بناتك. شوف اللي يطلع من عندك شنو. أكو ولد صالح يطلع يجي في مجلس الحسين الناس يقولون رحم الله والديك، وأكو ولد بالطرف الثاني يطلع خلاف. هؤلاء كرهوا بما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والعجيب الزمان يبين هذول حتى أصدقائهم لا يفون. هو هذا الشريك أولاد المهدي العباسي شردوه ومات جوعا ومن الفقر. هذا تاريخ قديم. أذكر لكم تاريخ جديد كان عندنا في العراق أيام صدام عليه لعائن الله. الوزير الوهاب هذا كان وزير الإعلام العراقي. يوم من الأيام دخل على صدام بالتلفزيون العالم يشوفون، خاطب صدام قال لولاك ما طلع القمر، لولاك ما سعد البشر. صفقوا أعيد. تدرون صدام شنو أعطاه؟ راح للبيت أسبوع ما صار. صدام أمر بالقبض عليه وعلى ولده. ابنه كان طالب في جامعة بغداد، اثنين وموت. هذا جزاء الدنيا وجزاء الآخرة. ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. هذول شلون عاشوا؟ أخذوا الدروس والعبر إخواني وأعزائي. هاي الليالي خصوصا ليالي الجمعة دقيق أنا في المسألة. ليالي الجمعة ليالي الإرشاد، ليالي الوعظ، ليالي اللي شوية نفتح عين. اقروا دعاكم ايه، شوية اتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. الله يرحم المرحوم الشيخ بهاء الدين العاملي من مفاخر هذه الأرض، من مفاخر جبل عامل ومن مفاخر الإسلام. هذا العالم عالم مدفون في حرم الإمام الرضا عليه السلام، إذا رحتوا إسرائيل رأوا لكم قبره. إلى حق كثير على الإسلام والمسلمين. هو عالم، هو مهندس، هو شاعر. يقول نجب الأعمار. نجب جمع النجيب يعني الفرس السريع. يقول هاي أعماركم مثل الفرس السريع. اسمع، نجب الأعمار بنا تثبوا، ما أسرع ما تصل النجب. الشمس تطير بأجنحة، حقيقة أدب راقي. والشمس تطير بأجنحة والليل تبددها الشهب. ما القصد سواك فخلي هواك، القصد أنت. واعمل بالجد إلى أن يقول سل دهرك أين قرون الأرض تجبك بأنهم ذهب. وأنا صدام وينهم؟ أكثركم ما تذكرون، الكبار يذكرون سنة 1970 إمبراطور إيران شاهنشاه إيران أقام احتفال لم يسبقه سابق ولم يلحقه لاحق في منطقة بريسبوليس في باسارغاد. صرف المليارات. هاي دروس. متر واحد ما حصل له حتى قبر في بلده.
راح إلى بلاد الغربة مات. سل دهرك أين قرون الأرض تجبك بأنهم ذهبوا واستوحشت الأوطان لهم لما أنست بهم الترب. ما أفصحهم ولقد صمتوا، ما أبعدهم ولقد قربوا. يا لاعب جد بفعل الجد فليس الأمر به لعب، واترك دنياك وزخرفها فجميع نواصبها نصب. فكأنك والأيام فكأنك والأيام وقد لعبت دورا فيك اللعب، ومسيت غريب الدار. فلا رسل يأتوك ولا كتب. تدخل بالقبر، الله أنا في القبر، نعم ابقى. الله يرحم الشيخ البهائي يقول: فإذا نقر الناقور وصاح فيومئذ يوم عجب، وجميع الناس قد اجتمعوا ثم افترقوا ولهم رتب. ذا مرتفع ذا منخفض ذا منجزم ذا منتصب، فهناك المكسب والخسران وثم الراحة والتعب. لا إله إلا لا إله إلا الله. فيصم السمع. تدرون شلون يوم يوم المحشر؟ شوفوا هذا العالم، هذا عالم لبناني من عندكم، اسمعوا. فيصم السمع ويجث الجمع. اقرأ سورة الجاثية وترى كل جاثية، يعني شنو؟ يعني على ركابهم يقعدون. فيصم السمع ويجث الجمع ويجري الدمع وينسكب إمامنا زيد العابدين هنا يبكي. هذا اللي ضايع، من البكي من هاي الأمور؟ هذا حجة الله. أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري ثقل الذنوب، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وجوه، إن شاء الله وجوهكم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها ترهقها قترة أخاطب نفسي وأذكر إخواني المؤمنين أخواتي المؤمنات: حتى ما يا مغرور تعصي غافلة، إن الخطايا لا تدوم لذاتها. لكنما تبعاتها لا تنتهي، فاستغفر الرحمن من تبعاتها. أمير المؤمنين يدعو: إلهي أتوب إليك من ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها. شوي راجع دفتر أعمالك. إن شاء الله ما عندكم ذنوب، إذا عندكم ذنوب
هاي المجالس مجالس الوعظ، مجالس التوب، بينك وبين الله قول إلهي، بينك وبين الله هيجي خليها جوا الإشباح. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي. إمامكم إشكل يعلمكم، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. ارجع زين. الآن ممكن بعض الشباب يسألون، نريد نرجع مولانا شنو نعمل؟ شنو تعمل؟ اسأل من رسول الله، رسول الله يعطيكم الطريق القريب. ما أفصحهم ولقد صمتوا، ما أبعدهم ولقد قربوا. شلون نقترب من الله؟ سهلة إخواني أخواتي، هالليلة ليلة الجمعة سهل، في 10 دقائق صلوا ركعتين صلاة، كل ركعة بعد الحمد 15 مرة سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. شوية فكروا بهاي الآيات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 15 مرة تقرأ، كل ركعة تأخذ 5 دقائق، أنا صليت في 10 دقائق. وعد من رسول الله. المرحوم شيخ عباس القمي رحمة الله عليه كاتب في مفاتيح الجنان، شوفوا أيضا هناك ومصادر أخرى، المرحوم العلامة المجدي يذكر في بحار الأنوار، من صلى هذه الصلاة ليلة الجمعة، ليالي طويلة عندكم مجال 10 دقائق يا أخي، 10 دقائق اكسب فاستبشروا ببيعكم. من صلى هذه الصلاة آمنه الله أولا من عذاب القبر، ثانيا ومن أهوال يوم القيامة. هذاك اليوم اللي المرحوم الشيخ البهائي يقول، فإذا نقر الناقور وصاح فيومئذ يوم عجب، وجميع الناس قد اجتمعوا ثم افترقوا ولهم رتب. ذا مرتفع، إن شاء الله أنت مرتفع، عندك رتب مرتفع، بعد ما تخاف تصير من أولياء الله، سجل اسمك الليلة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعالوا إلى الله يا شباب، طريق مفتوح أمامك. ليكون بينا واحد يتصور، نعوذ بالله، ياخذ الاشياء بعين، احنا بالعراق نقول بعين الصغيره، لا، هاي مجالس البركه، هاي مجالس الرحمه، يشهد الله. السنه الماضيه اجت واحده من الاخوات اللبنانيات، زوجها انا بالمجلس، انا استاذنت من عندهم، اسمها العلوية يمام الموسوي من قرية نبيشيت، متزوج مع رجل لبناني اسمه الحاج إبراهيم فنيش، الآن موجود في المجلس 60 سنة عمره، المرأة عمرها قريب 40 سنة، عايشين في قرية معروب، في قرية معروب، يعني الرجل من معروب زوجته وياه. جاءتني المرأة قالت، سيد أنا 24 سنة صار لي بتزوج، ما يصير لعيال بعد، وش تعال الرجوة ممكن؟ جميع الأطباء ردوا، الكل قالوا ما يصير، نزلت دمعتها. قلت له أختي، الأطباء صحيح كلامهم، الأطباء عندهم معادلات طبية، ولكن هناك قوة فوق قوة الأطباء. قال شو أعمل؟ قلت له أعمل التوسل بالحسين، التوسل بفاطمة الزهراء. احنا هنا ليلة من الليالي، الله أكبر، كم من العجائب أنا شايف من هذه الحديث الكساء، وجمعت هاي قصص في كتاب خليت اسمها معاجز، شاهدتها بعيني، شايف هاي واحدة من عدن. الآن أعطيتكم العنوان، روحوا الآن من رجل موجود في المجلس أبو حسين، وزوجته موجودة في مجلس النساء. أخذت شوية من سكر حديث الكساء، أقول لك القضايا لا تشوفها بعين صغيرة، ممكن واحد طالب من الحسين عليه السلام بيت يصير، ممكن واحد طالب سيارة، ممكن، ولكن أن واحد يطلب ولد وامرأة عقيمة وأربعة وعشرين سنة زواج ماكو أولاد. رجعت وحملت، أنا ما عندي خبر، هالسنة إجيت البارحة،
الزوج والزوجة جايبي لي ولد كفلقة قمر طالع اسمه حسين. قالوا سيد هاي هدية مجلس الحسين سلام الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا أذنت في أذنه الآن الأم في مجلس النساء قاعدة والأب في مجلس الرياجي. تصور ما يصير. ربما قضايا تجب ذهننا أنه واصلنا إلى طريق مسدود، ولكن الله سبحانه وتعالى يا من لا يغلق بابه ولا يرد سائله في هذه المجالس إخواني، مجالس البركة، مجالس الدعاء، مجالس التوسل. هنيئا لخدام الحسين، فردا فردا أتكلم معاكم، يشهد الله أحبكم يا شباب، حيث هاي الصلوات تفوتكم، هذا التراث إلكم، باقي المذاهب ما يعملون، باقي المذاهب مفاتيح الجنان ما عندهم. انتوا عندكم هذا الكتاب رحمة الله على المرحوم شيخ عباس رضوان الله تعالى عليه، هذا واحدة من قطرة من بحار تراث أهل البيت عليهم السلام إلكم. صلوا صلاة هذه الليلة 10 دقائق وتشوفوا عجائب والغرائب. مجالس أهل البيت عليهم السلام أصحاب الحوائج الصعبة، كم قضية صارت ذول اللي كان بيهم أمراض صعب العلاج مستعصي عليهم، ببركة حديث الكساء، ببركة السيدة الزهراء روحي لها الفداء، ببركة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السنة الماضية ليلة العباس تذكرون لما اجت ذيك المرأة الآن ما أدري من عائلة الحاج علي، الأخوت اللي وياها طفلة رضيعة كان فيها فشل بالكبد، بطنها الشكل وارم، مستشفى الجامعة الأمريكية قايلين لها شقد يكلف العملية، جابت هنانة. قلت لها روحوا أختي اقعدي في مجلس النساء وتوسلي بأبي الفضل العباس وحق العباس. الليلة الثانية اجت قلت خدمة سماحة آية الله الشيخ الصادق الله يحفظه، جابت الطفل صحيحة وسالمة وكأن لم يكن شيء ببركة باب الحوائج. هاي توسلات هاي تصير حقيقة، لا يكون واحد نعوذ بالله ينظر بنظرة مريبة. الآن دقق الآية المباركة، هؤلاء الذين ينظرون كما يقول القرآن والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بما كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شوي خلينا نضيق الدائرة. اجى في خدمة الإمام الباقر عليه السلام قال يا ابن رسول الله ما معنى هذه الآية المباركة ذلك بما كرهوا ما أنزل الله؟ الإمام عليه السلام قال أي كرهوا ما أنزل الله في فضائل علي بن أبي طالب سلام الله فأحبط أعمال. بعض الناس والله عمي يشوف بعينه، يشوف كالشمس في رابعة النهار ينكر، رأوا من رسول الله المعاجز أنكروا، رأوا من أهل البيت. الآن بالمناسبة أنا ذكرت هارون العباسي لا رضي الله عنه، هذا الملعون قتل واحد من أبناء الإمام الحسن المجتبى. الإمام الحسن عنده ولد اسمه حسن، يعني الحسن ابن الحسن، هذا الحسن الحسن بن الحسن الحسن المثنى، هذا زوج السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين. الله رزقهم أولاد، من أولادهم الرجل اسمه عبد الله، عبد الله المحض، يعني مو عبد الله ابن عبد الله، يقولوا له عبد الله، عبد الله بن الحسن بن الحسن. هذا عبد الله عنده ولد سيد شريف اسمه يحيى، يحيى ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا يحيى رجل عالم فاضل ما إلى شغل بسياسة الدنيا، أمر هارون العباسي بالقبض عليه، حقد، أمر بالقبض عليه ما حصله، فر هرب. هارون أعطاه الأمان وكتب بيده الأمان وختم بختمه الأمان. يحيى رضوان الله تعالى طلع من الخفية بأمان هارون، بمجرد أن طلع هارون قال ألقوا عليه القبض، نفس خطط صدام، يا عمي ألقوا أبناء القوم أخذوا، احطيتوا للأمان. هارون طلب علماء البلاط وعاد السلاطين قال ها إيش رأيكم، ها
هذا رافضي أمان لازم ينقض. واحد من عندهم قال لا أنت أعطيت الأمان والمؤمنون عند شروطهم، طلع من المجلس. واحد من عندهم ما أجب اسم لعنة الله عليهم، واحد من عندهم قال لا 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 أمان له، ابن رسول الله. هارون العباسي كان عنده حديقة حيوانات إن صح التعبير، بركة السباع، يعني حوض فيه سباع وحشية، جوع هذه السباع الوحشية 3 أيام. وجاءوا بهذا السيد الطاهر يحيى ابن عبد الله ابن الحسن المثنى وألقوه في بركة السباع. المعجزة الإلهية، الحيوانات كلها تراجعت، شافوا بعينهم. يعني هاي معجزة تكوينية، مع ما الرجل ما كان إمام، حفيد إمام، هو حفيد الإمام الحسين من طرف الأم، حفيد الإمام المجتمع من طرف الأب. هارون شاف مرة ثانية، قال جيبوا، شدوا يديه من خلف نيموه وأمر ببناء أسطوانة عليه، بالرواية أسطوانة بالحصى والكذا، على كل سووا عليه أسطوانة وبنوا عليه. وأنا قبرهم ما أدري، عند الله ما يضيع. هؤلاء أحبط الله أعمالهم، إذن لازم يبين الناس كم ظلموا من طرف من القرآن، يقول كم تركوا من جنات وعيون، هذول أبناء رسول الله. ما يتحمل أن يرى فضل لأمير المؤمنين، أولهم هو ذاك النضر بن الحارث أو النعمان، النعمان بن الحارث الفهري عليه اللعنة، ورواقعة خوم قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي المولى، القضية مفصلة. جاء عند رسول الله بقلة أدب، قال يا محمد بقلة أدب، مع ما القرآن يقول لا تنادوه بالاسم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لما تجيبون اسم قولوا رسول الله، قولوا يا نبي الله احترم. ولكن الرجل ما يعرف احترام، لغة الاحترام، قال يا محمد أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا أمرتنا، ألم يكفي كذلك حتى أخذت بضبع، هذا القسم من اليد يقولون ضبع، حتى أخذت بضبع أي أخيك وابن عمك وصهرك علي بن أبي طالب ورفعته إماما علينا وقلت من كنت مولاه فهذا مولاه، أكان ذاك منك أم من الله؟ هو القرآن يرد، القرآن يقول رسول الله ما عنده شيء من نفسه وما ينطق عن الهوى، اين هو يا عمي قران يحكي وياه ولك، وين يسمع لك القران؟ مع ذلك رسول الله اعطاه المجال، قال والذي نفسي بيده. النبي ما كان ملك، النبي ما كان رئيس جمهوريه، اذا كان ملك ورئيس جمهوريه كان يقول ودوه للسجن، ولكن رسول الله يحترم الانسان والانسانيه. والذي نفسي بيده امر من الله، ما تحمل، قال اللهم ان كان ما يقوله محمد منك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق، وأنزل الله عليه حجارة من السماء وراح إلى جهنم وعذاب أليم. الآن انتوا شوفوا أعداء الله وأعداء الحسين عليه السلام، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بأن الشيعة عندهم مجالس الشرك البدعة. الحسين خرج عن كلامهم، وكان ينبغي، المرجع الأعلى يقول في السعودية يقول وكان ينبغي على الحسين أن يبايع أميرا، هذاك يقول مؤمنين يزيد بن معاوية، ولكن الحسين شق عصا المسلمين. زين، أنا بالمناسبة إذا يكون الجماعة هالمنطق يسجل، والآن الفضائية يشوفون العالم، أنا جايب روايتين عن إمام الوهابية، الوهابية حنابلة يعني أتباع أحمد ابن حنبل، أنا جايب رواية عن لسان إمامهم بكل احترام، بكل احترام، يعني إذا واحد ما يحترم إمامه ما أدري شلون أخاطبه. الرواية الأولى مسند الإمام أحمد ابن حنبل الجزء الأول صفحة 85، يقول إمامنا سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام دخلت على رسول الله يوما من الأيام فرأيته باكيا. أحمد بن حنبل يذكرها مو كتبنا، والكتاب المطبوع بالسعودية خلي يكون واضح عندكم.
فرأيته باكي، فقلت يا رسول الله ما يبكيك، ليش تبكي؟ قال قام من عندي جبرائيل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. هذا بعد الحسين عليه السلام كان صغير آنذاك، ذاك اليوم الحسين عليه السلام 2 أو 3 سنوات عمره. قام من عندي جبرائيل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، فقال هل لك أن أشمك من تربته؟ جبرائيل قال يا تربة هاي، الحسين بعد بالمدينة، بعد كربلاء ما صارت كربلاء، كربلاء تشرفت بورود الحسين بعد الحسين. هاي موازين الماوراء، عالم سني، إمام مذهب، إمام الحنابلة، إمام الوهابية، إذا عندهم دين. فقال هل لك أن أشمك من تربته؟ قال نعم، رسول الله قال نعم، رواه من أمير المؤمنين. فمد يده منه جبرائيل فقبض قبضة من تراب كربلاء فأعطانيها رسول الله يقول، فلم أملك عيني أن فاضتا بالبكاء. هاي رواية مو من كتبنا، قبل ما الإمام الحسين عليه السلام يستشهد. الرواية الثانية على السريع أيضا مسند الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابل والوهابية، الجزء الثالث صفحة 242 طبعا اللي أنا عندي، عن أنس بن مالك أن ملك القطر، ملك القطر ملك المطر، الله سبحانه وتعالى أوكل المطر بيد ملك، استأذن أن يأتي النبي فأذن له، طلب الإذن رسول الله أذن له، فجاء الحسين. لما اجى ملك المطر الحسين عليه السلام دخل، طفل كان، وجعل يقعد على ظهر النبي، طفل عمره 2 سنة يلعب مع رسول الله، وعلى منكبه على كتف رسول الله وعاتقه، فقال الملك للنبي أتحبه؟ قال نعم أحبه. رسول الله يحب الحسين لا يختلف عليه اثنان، ولكن شو سوي الطرف الثاني معاند، أتحبه؟ قال نعم أحبه. قال الملك إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل به، فضرب بيده بطينة حمراء. هاي الطينة بعد ما رايح على يد الحسين، بطينة حمراء، يقول رسول الله فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها، هذا خمارها أخذتها خلتها في خمارها إيش عقدته إياها، وظل مع أم سلمة إلى يوم عاشوراء. هاي روايات مو كتبنا إخواني، زين الآن أعطيهم الدور الوهابية يقول لك شرك. يا عمي إمامك ده يذكر الرواية، أنتوا احترموا نفسكم، احترموا الكلمة، احترموا المنطق، ولكن كرهوا ما أنزل الله على رسوله في فضل علي وأبناء علي فأحبط أعمالهم، أعمالهم كلها صارت حبط، ويوم القيامة يشوف ما عندهم أعمال. هاي المواقف العجيبة التي أخذوها ضد آل بيت رسول الله عليهم السلام. الإمام الحسين عليه السلام يناديهم ألستم لبنت؟ نعم نعرف، نقاتلك بغضا منا لأبيك. ليش بغضا لأبيه؟ الله يرحم المرحوم سيد موسى الصدر، أنا سمعت أنه يقين إلى الآن مستشهد، لعن الله من قتله، عنده في خطبة، طبعا خطبة بالفارسية أنا سمعتها، ما أدري في إيران خاطب قديما، هناك هذا العالم يقول بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو مجمع الفضائل والمناقب، يعني ما تشوف زلة واحدة في علي بن أبي طالب، معصوم. فالذي يحب عليا يحب الحق، يحب الخير، يحب الصح، والذي يبغض عليا مو قضية علي بن أبي طالب كفرد، هذا يبغض التقوى، يبغض الفضيلة، يبغض العدل، ومن يبغض العدل والتقوى والفضيلة فهو ابن حرام،
ولذلك يقول رسول الله: يا علي لا يبغضك إلا ولد حرام. القضية مو قضية شخصية، القضية واضحة. إمام يجسد القرآن، هو القرآن الناطق، إمام يجسد عدالة الله على الأرض، هو وأبناؤه المعصومون عليهم السلام. هذا واحد يجي يحاربهم، هؤلاء أبناء ما أتصور واحد يكون بيهم ابن حلال، لأن ابن الحلال شوية يفهم المنطق. ولكن القوم كفروا، ماذا صنعوا في كربلاء؟ حقيقة الإنسان لمن يدخل في التاريخ، الله يرحم المرحوم سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول: خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فخرج منها خائفا يترقب. هذه كانت حالة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، خائف على دينه، جاء في منتصف الليل لوداع قبر أمه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ثم جاء في منتصف الليل لوداع مرقد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جداه يا رسول الله، أنا فرخك وابن فرختك، أنا الحسين. بكى عند رسول الله، يحب وطنه، حب الوطن من الإيمان، أنتم كلكم تحبون وطنكم إن شاء الله، الله هاينا إن شاء الله. الإنسان يحب وطنه، الإمام الحسين يحب الوطن، يبكي لفراق الوطن، شيء طبيعي. أخذت غفوة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدي حسين أخرج إلى العراق. هذا الخروج، هاي الطلعة شنو كان بيها من آثار وبركات؟ إن الله شاء، هنا أنا إرادة تكوينية مو تشريعية، هاي تحتاج إلى محاضرة خاصة. إن الله شاء أن يراك قتيلا، وشاء أن يرى نسائك سبايا. قال: جدي رسول الله، ضمني عندك، لا أحب الرجوع إلى الدنيا، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريع، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاقبي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأقدار شيم، وأشاب الغم رأسي قبل إبان المشيم، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيم ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين. خرج الحسين صلوات الله وسلامه عليه من عند رسول الله. أكو عاد عند المسلمين لكل زيارة رد زيارة، يا ترى أين رد الزيارة جده رسول الله؟ يقول ذلك اللعين: جئت إلى الحسين لأسلبه، رأيت قد سلبوه كل شيء، فأردت أن أسلب تكة على بطن الحسين، مددت يدي رأيتها معقودة، فتحت العقد وإذا بيده اليمنى جاءت على العقدة. لا إله إلا الله. أخذت أبحث على خنجر مكسور، سيف مكسور، حصلت سيفا مكسورا، فقطعت يد الحسين، وضع يده الأخرى، أردت أن أقطع يده الثانية، وإذا بي رأيت السماء قد اسودت حتى بانت النجوم أمام عيني. يا للعجب. وإذا بالمنادي ينادي: طرقوا، فقد جاء رسول الله. وضعت نفسي بين الأموات.
نزل محمل من السماء وفيه رسول الله حافي القدمين حاسر الرأس، جاء إلى ولدي الحسين، ولدي حسين حبيبي حسين. من بعده جاء أبوه أمير المؤمنين، ولكن الذي يكسر القلب رأيت امرأة محنية الظهر، جاءت تقعد مرة وتقوم أخرى وهي تنادي ولدي قتلوك وما عرفوك، أتراهم من شرب الماء منعوك. جاءت إلى أن جلست عند جثة ولدها أبي عبد الله، صاحت انظر ماذا صنعت أمتك بولدي، يا ابني أنا وقت الذبح ما حضرت يمك وتوادعك يا ابني وشمك. المرحوم جعفر الخزاعي قرأ هذه الأبيات أمام إمامنا الرضا سلام الله عليه. لما وصل إلى بيت قالوا يا جعفر اسكت فلقد أغمي على بنات رسول الله، راح أشير إلى هذا البيت. بدأ جعفر يقرأ أبياته المعروفة، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، أيا ناعيا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا، وحدث بما مض الفؤاد مفصلا، يا من أراد الثواب يشاركني في الجواب، فاطم لا وخلت الحسين مجد، اكتب اسمك، اكتب اسمك اللي انا افاطم لا وخلت وقد مات عطشانا بشايط فراتي، قضى ضاميا ما ذاق للماء برده بحر هجير تصهر الشمس خده، فوالله لو يوده الآن مع دعب الإذل لطمت الخد فياطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي. قرأ إلى أن وصل إذا هذا البيت، صاح بنات زياد في القبور مصونة وآل رسول الله في الفلوات، خرجت جارية سيدي يا ابن رسول الله قل لدعب الأن يسكت، فلقد أغمي على بنات رسول الله، أي رحم الله من نادى وحسينا. غريبة.